الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأكرم المرسلين سيدنا ومولانا محمد، الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير ورسول رب العالمين، اللهم صل وسلم وعظم وكرم وشرف وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وذريته إلى يوم الدين. ثم أما بعد فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما كما نسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لإرضاء ربنا وخدمة ديننا وإدخال السرور على قلب سيدنا مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مشاهدي الكرام ما زلنا مع حضراتكم نتناول الجواب عن الشبهة الواردة فيما جاء من الحديث وهو الحديث المشهور بحديث تأبير النخل والذي يحتج بعضهم به في قوله في الحديث انتم اعلم بأمور دنياكم وبينا ان للعلماء في توجيه هذه الجملة من هذا الحديث كلام منهم من قال انها شاذه وقد ذكرت لكم وجه شذوذها وبينته في الحلقه الماضيه ومن اهل العلم من وجه الحديث توجيها اخر فقال انه صلى الله عليه واله وسلم بعثه الله تعالى هاديا للناس بشيرا ونذيرا العلم الذي امره الله سبحانه وتعالى بتبليغه هو العلم المتعلق بالشرع الشريف واما ما يتعلق بالعلم الذي يعتبر من العلم التجريبي القائم على الحس والمشاهده والتجربه فهذا امر يخضع للاسباب التي خلقها الله سبحانه وتعالى وللتجارب وللخبرات التي تحصل للإنسان من ممارسة هذا الفعل فإن كثيرا من الناس لا يميز بين العلم بالمعنى الاصطلاحي أو الشرعي والعلم بالمعنى التجريبي كما ذكرت لكم في حلقاتنا الأولى إن كلمة ساينس في اللغة الإنجليزية والتي تعني العلم إنما يعنى بها العلم التجريبي الخاضع للتجربة والحس والمشاهدة والاختبار وليس العلم الشرعي الذي منه ما هو ظني الدلالة ومنه ما هو قطعي الدلالة ومنه ما هو قطعي الثبوت ومنه ما هو ظني الثبوت فمسألة تأبير النخل هذه هل تتعلق بالعلم الشرعي الذي أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بتبليغه أم تتعلق بعلم تجريبي اعتاد الناس أن يفعلوا مسألة التأبير هذه فوجدوا أنها من باب ربط الأسباب بالمسببات والله سبحانه وتعالى جعل تأبير النخل سببا لحصول التمر في أحسن صوره فقول صلى الله عليه وعلى آله إنما أنا أظن أو كنت أظن ظنا أي ظنا يتعلق بأمور معاشكم وما يتعلق بامور تجريبيه واحتياجات معيشيه هذه الامور ليست من العلم الذي امرني الله تعالى بتبليغه ولا من الشرع الذي انا مكلف ببيانه فلا بد ان تميزوا في تعاملاتي معكم فيما يتعلق بالامور التجريبيه وما يتعلق بالعلم الشرعي الاصطلاحي انما انا اظن ظنا فما ظننته ما ظننته من امور الدنيا ولم يقع هذا من حقكم ان تكونوا فيه كما تسيرون من خلال اتخاذ الاسباب وما هو من قبيل الدين والشرع فانا اتكلم فيه من باب ما امرني الله تعالى ببيانه ولا اكذب على الله وحاشاه صلى الله عليه واله وسلم ففعل ذلك رسول الله وقال ما أظن هذا يغني شيئا، وقوله صلى الله عليه وسلم ما أظن أن هذا يغني شيئا، يمكن أن يوجه بتوجيهات أيضا أخرى. هنا التوجيه الأول الذي ذكرناه يتعلق بشذوذ أنتم أعلم بأمور دنياكم. التوجيه الثاني التفرقة بين العلم الشرعي وأمور الدين وبين العلم التجريبي وأمور الأسباب الحياتية والمعيشية. التوجيه الثالث انه صلى الله عليه واله وسلم تكلم كلاما دقيقا ينبغي ان يفهم فهذه الروايه فيها ما اظن ان هذا ينفع قوله ما اظن ان هذا ينفع كلام صحيح هو لا ينفع الا بالله يعني انتم تؤبرون النخل وتشغلون انفسكم بتابير النخل وتلقحون الذكر بالانثى وهكذا من اجل ان يخرج التمر حسنا معتقدين ان هذه اسباب مربوطه بالمسببات ولا يمكن ان تتخلف لكن الله سبحانه وتعالى قادر على ان يجعلها تتخلف فانتم ربما تسلكون الاسباب وتؤبرون النخل وتلقحون الذكر بالانثى ثم يصبح التمر فاسدا لسبب اخر. فقوله عليه الصلاه والسلام ما اظن هذا ينفع او يصلح، نعم لا يصلح ولا ينفع الا بالله عز وجل، اي ما اظنه ينفع او يصلح الا اذا اعتمدتم على الله وتوكلتم على الله في قلوبكم. فيكون صلى الله عليه وسلم كاشفهم باشياء في قلوبهم. كاشفهم بأنهم كانوا عندما أبروا النخل كانوا مشتغلين بالأسباب أكثر من اشتغالهم بالمسبب صلى الله عليه وسلم في علاه فمولانا صلى الله عليه وعلى آله نبههم على ذلك فلما تركوا ذلك فهموا كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم خطأ لأنه لما قال ما أظن أن هذا ينفع أو يصلح ما كان يقصد أن يتركوا العمل وإنما كان يقصد ان يستمروا في العمل مع التوكل على الله عز وجل ومع اعتقاد ان الفاعل هو الله ومع اعتقاد ان الاسباب كلها بيد الله ومع اعتقاد ان الله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء وانه لا يخرج الا باذن الله عز وجل لو كل هذه المعاني جعلوها امامهم اثناء العمل لا بد ان يفلح العمل ويحصن وتخرج الثمره حسنه لكن لما حصل اختلال نبههم النبي صلى الله عليه وآله وسلم الى هذا الاختلال في جانب الباطن عندهم وهذا الحديث في الحقيقه يذكرنا بحديث اخر عن النبي صلى الله عليه واله وسلم عندما جاءه رجل وقال له يا رسول الله ان بطن اخي استطلق يعني بطن اخي حصل فيه اسهال فالنبي صلى الله عليه وعلى آله قال له اسقه عسلا فذهب الرجل ثم عاد وقال يا رسول الله ان بطن اخي استطلق فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله اسقه عسلا فذهب الرجل ثم عاد يعني كانه ذهب وسقى اخاه العسل وما زال بطنه مستطلق قال يا رسول الله ان بطن اخي استطلق فقال له صلى الله عليه وعلى آله صدق الله ورسوله وكذب بطن اخيك اسقه عسلا فسقاه عسلا فشفاه الله. طب لماذا شفاه الله تعالى في المره الثالثه ولم يسقه في المرتين الاوليين؟ لانه في المره الاولى والثانيه لم ياخذ الكلام على محمد اليقين من رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وكان ينبغي إذا قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اسقيه عسلا أن يذهب ويفعل وهو في داخله شاعر بأنه أخذ الدواء الكافي والعلاج الشافي فلما حصل هناك اختلال في الباطن عوتب على هذا الاختلال بعدم شفاء أخيه فأراد صلى الله عليه وسلم أن ينبهه على ذلك فقال له اسقه عسلا حتى في كل مرة يقول له اسقه عسلا لم يقل له الم اقل لك اسقه عسلا انما قال اسقه عسلا كانه يخاطبه لاول مره لانه يعلم ان المرتين الاوليين لم ياخذهما الرجل محمل الجد ولا محمل اليقين من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا احد محامل التاويل ايضا في هذه الواقعه وفي هذا الحديث وفي لقائنا القادم ان شاء الله تعالى اتمام واكمال نسال الله تعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا انه سميع الدعاء وصل اللهم على سيدنا محمد النور الهادي والسر الساري وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين